يعني نحن كنا من آمن بأنه حصلت ثورة في تونس، ولكن هذه إن شاء الله تكون فرصة لكم لتقويم الأوضاع، لأن في الحقيقة ما حصل في تونس هو تعطل مسار الثورة. كان المفروض أن يكون هناك مساران اثنان، المسار اللي سماه انتقالي واللي معناها مش هم السياسيين اللي كيفوه، ولكن اللي سموا أنفسهم خبراء وهم بعض أساتذة من الجامعة. ومن الغريب أنه يجي محامي ويقول أنه هناك خبراء في القانون. الخبراء يكونوا في المواد العلمية الصحيحة، لكن العلوم الاجتماعية ما فيهاش خبراء، فيها أساتذة في رجال قانون، هذا صحيح. لماذا استعمل هذه العبارة الخبراء؟ لأن لإضفاء صفة العلم على آرائه، وهي في الحقيقة آراء كجملة الآراء الموجودة. والآن هناك دعوة أن الدستور يسحب من المجلس الوطني التأسيسي ليسند إلى هؤلاء الخبراء بن ظفرين اللي هم مش يتولون استكمال صياغة هذا الدستور. وهذا يكشف عن نية في فرض وصاية خارج أطر الشرعية. اللي عشناه في تونس في الحقيقة هو مسار وحيد، هو مسار انتخابي، لذلك كان المجال للصراع بين أطراف النخبة ومكوناتها كما شفتوا في التداول حتى على الكلمات هذه، اللي هذا يجر في تركة من المقولات ومن المفاهيم ومن التصورات اللي هي من إرث النظام السابق ومن يعني الـ ما هو مستحدث من إشكاليات. في إطار المسار الوحيد كنا نعتقد أنه الفرصة ستكون مواتية حتى تقع مراجعة الحسابات وأن نتحدث على مسار الثورة، لأن الثورة هي مشروع. مسار الثورة واستحقاقاتها هذا وقع يعني تأجيله وعدم الخوض فيه. وكنا واعين ومستوعبين في حركة وفاة أن مطروح هذه المساهمة في بناء مجال سياسي لم يكن موجودا طيلة 60 سنة. لذلك قلنا بكل تواضع أن احنا يعني أسلافنا ما خلوناش لدراسات استراتيجية، خلونا كتابات سياسية عدا بعض المذكرات في خصوص بعض الأحداث التي يقع تناولها من منظور هذا الشق أو ذلك. احنا قلنا الثورة لابد أن تكون لها برامج ومضامين، لكن ما عشناها في البلاد هي أنها اقتصر الأمر على الشكليات، كلها أمور شكليات وإجرائية، حتى وقع الحديث على خارطة الطريق، متى سنجز هذا ومتى سنفعل هذا ومتى، يعني قضايا ذات المضمون الثوري وقع استبعادها وإزاحتها إلى أجل غير مسمى. لذلك نحن عشنا هذا الصراع الذي هو مداره العملية الانتخابية والاستعداد العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار احنا تبررت حالة من الصراع وما سموه التجاذبات بين أطراف النخبة، وبقي الشعب ينتظر البرنامج الثوري.